مصر سعيد انه يكون على اخبار اليوم بالعراقه الصحفيه والفنيه بتاعتها. هنقول ايه بقى؟ الدور وده بقى لاول مره هقوله اني انا خريج مصر مع دايل في المسرحيه وعشت في مصر 10 سنين، يعني ما عنديش مشكله مع اللهجه المصريه. بس الصعيدي سعيد جيت من سوريا ليله، ثاني يوم دخلت التصوير بماستر سين مع المدام روجينا والشباب. ازاي انا عرفت؟ يعني ما كنتش محضر نفسي. وهي لغه، هي لغه اكتر ما هي لهجه، لغه صعبه وعقليه مختلفه وفيها باور، فيها قوه. الدور ده انا حسيت يعني سكبت من روحي فيه، بس هو اعطاني قوه برضو. تعلمت حاجات كتيره، تعلمت عقليه مختلفه وما كانتش سهله لغايه دلوقتي وعايزه دقه. يعني انا بمعسكر وما بخرجش، قاعد في البيت يوميا 4-5 ساعات تحضير وتصوير، اول مره بخرج النهارده. دور صعب وحلو وانا حبيته وحبيت الجروب كلهم، الكل متجانس مع بعض وكله طاقه ايجابيه. طبعا تعبنا كتير كتير وما زلنا لسه ما خلصناش تصوير زي ما حضرتك عارف، بس يعني ان شاء الله خير. محور الاحداث او محور البطل المسلسل وحضرت له ازاي؟ اول لما كنت في سوريا وفي لبنان بعتوا لي السكريبت طبعا، حلقه واحده، والاستاذ ناصر كلمني وحكى لي عن الدور، الدكتور اشرف والاستاذ رؤوف والمدام روجينا حكوا لي، حطوني بالجو بتاع المسلسل كله، فكونت فكره. قعدت اذاكر تاريخ الصعيد، ابتديت اقرا تاريخ الصعيد. انا كنت عايش في مصر بس ما كنتش اعرف تفاصيل عن الصعيد، حتى في قاموس للغه الصعيديه على الجوجل يمكن، دخلت على القاموس وعلى المسلسلات الصعيديه القديمه المصريه العظيمه، قعدت اتعلم الانتونيشن، اهم شيء مش بس اللهجه واللغه، المود الصعيدي ده كان قوه الشخصيه الصعيديه وطريقه تفكيره. وهم كده على طول كلامهم بيتحول لافعال، زي رماح ده قبل ما يتكلم زي ابضايات سوريا كده. ايوه زي الابضايات، ما في كلمات كتير بالصعيد قريبه من الكلام السوري، زي ابضايات سوري. احنا واحد. قول لي بقى جمهورك ومتابعينك في رمضان. اولا شكرا على كل الاراء اللي انا بتوصلني، وشكرا على يعني وتابعتهم للمسلسل واعجابهم بالمسلسل والدور، ودي يعني من المرات القليله اللي انا تابعت فيها. انا ما عنديش فيسبوك على فكره، بس اصدقائي بيبعتوا لي اللينكات، فاشكر الجمهور كله اللي عمال يتابع وارائهم. وحتى في سوريا عامل المسلسل ضجه كبيره جدا، الناس بتتابعه بشكل غير عادي. شكرا للجمهور، احنا من غير جمهور، من غيركم انتوا احنا ولا حاجه، احنا بنشتغل للناس، بتهمنا اراء الناس جدا، هو ده اللي بيدينا قوه وبيعدل مسارنا وبناخد الملاحظات، وان شاء الله نبقى على قد المسؤوليه. شكرا جزيلا.